فهد انسان اللي ما نحتاجش ما يحتاجش واحد اللي يزكيه. فهد انسان جميل جدا، ما 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 لا دخل له بالعنف لا من قريب ولا من بعيد. ولو انني انا شخصيا كنت نشم بكل موضوعيه ممكنه، لو كنت شميت فيه ذره ديال العنف ما كنش نوقف من وراه وما كنش ندعمه. لو شميت فيه ذره ديال العنف ما كنش ندعمه وما كنش نوقف من وراه. دونك الناس اللي كيشوفوا هذا اللايف هذا، ديروا فهد اخ ديالكم، ديروا فهد راسكم، لانكم نتوما تكونوا تقدروا تطيحوا في ديك سيميلار. يو نيفر نو، الحياه ما حدك ما خرجتيش من الحياه، كي كيقولوا لي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه. ما حدك في الحياه، ما حد تشالنجز كيتبريزونطاو ليك، ما حد الحياه كتحطك في دي سيتوياسيون اللي دي فوا ما كيكونش عندك الكونترول عليهم، ما كتكونش انت فهمتي، ما كتكون لا حول لك ولا قوه. اللي يحتاجها دركا ما نقدروش حنا ندخلوا في العداله، الحاجه اللي يحتاجها هو الناس تقدر دير له دونيت حتى لو دولار واحد، على الاقل اللي يقدر يدير لوير اللي يقدر يدافع عليه ويقدر يدير عليه فلوس. خاصه هنا في امريكا ما عندكش لوير وما عندكش اللي يجري معاك، راه كلاك الريح، ما كاينش حتى انت ما عندك حتى وانت بريء وما كاينش لي ديفون ديالك، صافي كلشي غتروح للحبس ب 10 سنين ولا سو. حنا بغينا من الجاليه المغربيه ولا الجزائريه ولا اي واحد اللي يقدر يتبرع ويعاونو ما يقدر يدير لوير، خاصة انه ما عندوش الاهل لا اب لا ام لا والو، راه حنا راه ما خاوف راه ما I mean everyone has frustrating days of course, but he's never raising his voice. He, you know, he's just a normal guy. He's a really normal guy, good person. And I think Khalid was talking about us going to coffee shops together on the weekends. We go to the park and he's just such a good person with a really big heart. And I think he would just say to the community, just thank you so much for the support. He loves Morocco, talks about it all the time, and obviously loves his close friends here. So we're doing all that we can for him, supporting him and trying to get him through this. I know that he is really scared because there's just so many unknowns of, you know, the justice system here just takes so long, and it's very confusing and just really unfair how everything is, and that someone can be put in jail before a judge has even said yes, you know, you've done something. So it's just really unfair, and so any support we could get would be really great. Situation ديال الفهد اللي تقدر تكون شويه مبدله على الناس الاخرين هو بانه يتيم الاب والام. صحيح، هذه نقطه اللي باسكو ما عندوش شي واحد زعما كاين مثلا شي واحد وراه اللي يعاونو. الا ما عاوناش حنا صحاب ولا الجاليه المغربيه اللي في امريكا ما كاينش اللي يعاونو. شي واحد في هذا العالم هذا اللي يكون مظلوم ويكون عنده واحد كنظن بان الانسان اذا كان مظلوم 100% ما يكونش واحد الحاله جيده في السجن، انا مأكد. وفهد ماشي هذيك ماشي هي بلاصتو، يعني ما كنظنش بانه يكون في حاله جيده، يعني خصنا نعاونو. كنتمنى من الجاليه المغربيه كما قال الاخ انس واخ خالد، يعني نعاونو باي مبلغ اللي يقدر يعاوننا. وانا مأكد بان الجاليه المغربيه ما تخيبناش ان شاء الله. شي كلمه اخويا الاخوان بغيت تشارك معاهم شي اقتراحات او حلول او نعم اخويا، انا هادشي كلشي اللي قالوه قسما بالله العظيم هادشي كلشي صحيح، وما كتقال حتى حاجه اللي هي زعما ناقصه في ذاك الولد. انا ما فهمتيني انت كتعرف الاخ فهد؟ انا اخويا من تينيسي، ولكن تقريبا شي 6 شهور دابا باش تحولت لفرجينيا، ولكن متبع الكيس نقطه بنقطه. واخا ما بانش بزاف، كنبان في الظهور بزاف، ولكن متبع كنحاول كنشيري، ما عنديش ما بزاف مع السوشيال ميديا، ولكن كنشير مع الدراري اللي هنا في فيرجينيا، كلشي يعرف القصه. بالنسبه لاناس اللي ماشي تايجر، اناس اللي ولد تينيس هذاك، راه بالسبب ديالي انا كان جا عندي فاش عرف فهد، راه زعما انا لقى صاحبنا وهو تركب على الصداقه ومشى معنا، راه ولد نعم الرجال فهد صراحه والله العظيم. ما كاين لا اوموشن ديال زعما حيت نتعاطفوا معاه ولا هادي ولا قسما بالله، زعما الناس ولا الاخوات اللي يسمعونا ولا الناس الاجانب ولا الدول العربيه، هذا الانسان زعما صراحه ما عنيف ما والو، محب للخير صراحه. زارني البيت ديالي شخصيا العائلي، وجا عندي في عيد الاضحى واحد الفرحه، هو اللي كان كيسمعني دابا بيسمع اللايف، زعما عزيز عليه المغرب، عزيز عليه المشاركه، عزيز فرح بديك اللمه، فرح بديك الجمع. قلت لي اخويا هذه اخر مره فاش غنتحول لفرجينيا، تجمعنا كاملين في داري ومعنا اناس ومعنا خالد وراهم كلهم
وصراحه راه ولد الناس وخا يعني كيحاول ينسى داك اليتم ديال الوالدين كيحاول ينساه مع صحابه وكل شيء. ودابا هذه هي اللحظه فين حنا كنبانو وحنا فين غادي نكونوا معاه. دابا صراحه راه حرق علينا في قلبنا صراحه بزاف ما يتسهلاش. الشيء اللي قالت كاترينا واللي قالوا الاخوان اناس والاخوان كلهم اللي طلعوا لايف ما تكثر نديروا لايف قبل ما كان داكي تاخد فايد من تنسي غير باش نعاودوا نعرفوا القضيه لان ماشي كلشي دابا تفرج في اللايف وخا غادي يتفرجوا بغينا نعاودوا نشجعوا الناس يعني to break the case up more نتلاقوا قبل من الاسبوع الجاي الا كان لانه باقي لي دابا غير شي اسبوع وغادي غادي ننتقل من تنسي لكنتاكي. ان شاء الله ضروري نديروا لايف اخر ان شاء الله. حنا كنتمنى نديروا لايف اخر. حنا كنتمنوا الان الناس يعني تشارك الجو فاند مي يعني اكثر ما تشارك اللايف. اللايف اللي بغى يعرف المعلومات هما الاخوان كاينين. وكما قلت اختي فاطمه يعني اي واحد بغى يستقبل هاد الاخوان ويشارك مع المتابعين ديالو القصه ويشارك اللينك حنا بغينا نحلوا الباب لجميع الناس باش نتحدوا بيناتنا حيت البراءه ديال الاخ فهد هي انجاز لينا كاملين. ولا كان الله يحفظ شي احكام اخرى غتكون الخساره ديالنا كاملين. هذاك الشيء خصنا نديروا اليد في اليد ونعتبروا حتى هو بحال شعيب وبحال اي واحد في وليداتنا ما نبغوا حتى شي واحد مكروه. ان شاء الله خصنا كلنا نتعاونوا نضامنوا الاخ فهد راه الصيت ديالو فوق تبارك الله يعني بزاف الناس ما كاينش شي حد اللي تيعرفو ما تيحكيش عليه واحد الكلام مزيان وانه عنده اخلاق عاليه. ف بغض النظر كاع على هادشي هو اخ ديالنا ولدنا فاحنا نتمنى ان الجميع يطمن معاه ونزيدوا من السقف ديال التبرعات ان شاء الله ونوقفوا معاه لانه واحد منا. حنا جينا في تنسي شويه ما عندناش جاليه كبيره صراحه. احنا راه دابا شي 10 ايام وحنا كنتقاتلوا وراك سمعتي وصلنا $2000 يعني ما كافيش. كيبغينا الناس من ولايات اخرين يوقفوا مع الاخ فهد. ويعطيكم السر تعاونوا معاه لانه هو يتيم وحيد ما عندوش عنده الله سبحانه وتعالى نتوما الله يخليكم وقفوا مع فهد. الا وقفتوا معاه راه غادي ربي غادي يعني غادي يعاونوا وغادي يوقف معاه وغادي يبين البراءه ديالو. حنا كنامنوا ببراءته وكيبقى الامل فيكم في الله سبحانه وتعالى. وشكرا على التمنين على هذا. لا في العفو هذا واجب.